بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أخي الحبيب، ماذا يحدث لو طبقنا حديثا واحدا من أحاديث النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أحببت فقط أن أتأمل معك في دقائق قليلة هذا الحديث المهم جدا. أنا باعتقادي أن عدم تطبيق هذا الحديث هو سبب رئيسي لمشاكل العصر اليوم، وبخاصة في العالم الإسلامي. انظروا أيها الأحبة، أول شيء، أول ملاحظة نلاحظها في هذا العالم اليوم بشكل عام أنه لم يعد أحد يحب الخير لأحد، لم يعد أحد يؤثر على نفسه أخاه أو أي إنسان آخر، لم يعد أحد يحرص على مساعدة الآخر. قلما جدا ما نجد إنسانا يفعل الخير لوجه الله، قليل جدا هذه الظاهرة. وبالتالي فإن الله عز وجل عندما رأى هذا الأمر وكل الناس إلى بعضهم، وكلهم إلى بعضهم. إذن هذا الأمر أخي الحبيب، عدم حب الخير للناس سبب المشاكل التي نراها. يعني مثلا إنسان يمر في ضائقة مادية لا يجد من يساعده، إنسان مريض بحاجة لعلاج لا يجد من يعينه أو يمشي معه أو يواسيه بكلمة أو يزوره. للأسف يعني حتى زيارة المريض أصبحت نادرة اليوم. طبعا في العالم الغربي هذا الأمر متطور جدا، لا أحد يعرف أحد، الأب لا يعرف ابنه، الابن يترك أباه يموت لا مشكلة. ونحن في العالم الإسلامي للأسف بدأنا نتبع هذه العادات السيئة. طيب ما هو الحل؟ الحل بكل بساطة أخي الحبيب، حديث شريف عبارة عن بضع كلمات لو طبقه الناس اليوم لحلت مشاكل العالم، وأنا على يقين أن المشاكل ستحل. أول شيء، سيختفي الظلم، سيختفي الفقر، ستختفي الحاجة، ستختفي ظاهرة الفوارق الكبيرة بين الغني والفقير. كل هذا سيختفي بتطبيق حديث واحد من أحاديث النبي، وهذا من إعجاز كلام النبوة عليه الصلاة والسلام. ماذا قال حبيبكم عليه الصلاة والسلام؟ لا يؤمن أحدكم، عدوا معي كم كلمة، يعني كلمات قليلة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 9 كلمات فقط، 9 كلمات، أقل من سطر. إذا تأملنا هذه الكلمات سنجد أن فيها علاجا لأمراض العصر. أول شيء أخي الحبيب، عندما يحب الإنسان الخير لأخيه الإنسان سيختفي الظلم بكل بساطة، سيختفي الأذى، لن يؤذيك أحد لأنه يحب الخير لك كما يحب لنفسه. ثم انظروا إلى التعبير النبوي الرائع، لا يؤمن أحدكم، نفى صفة الإيمان عن الشخص. طبعا العلماء فسروا هذا الحديث لا بمعنى لا يكتمل إيمانه، ولكن النبي دقيق يقول لا يؤمن أحدكم، لأن المؤمن الحقيقي يحب الخير للآخرين كما يحبه لنفسه. النبي هنا وضعك أخي، وضع لك مقياسا، أنت الآن تحب أن تتنعم، أن تأكل، أن تشرب، أن تستمتع بهذه الدنيا بما أباح الله لك. طيب هناك غيرك من حرم هذه النعم، إذن أنت لا يكتمل إيمانك حتى تحب له ما تحب لنفسك. وبالتالي إذا كان معك فائض من المال
لا تستطيع أن تحتفظ به وهناك فقير بجانبك. يعني مثلا أصحاب المليارات لو طبقوا هذا الحديث لاختفى الفقر، لأن تطبيق هذا الحديث يتناقض تماما مع جمع المال. فالقضية هنا أحبتي في الله، تطبيق حديث واحد يخفي ظاهرة الفقر. رأيتم يعني دقة كلمات النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نجد مثل هذا الكلام؟ يعني هذا النبي يتهمونه بالإرهاب والكذا، ويعني ألفاظ. طيب لماذا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ وهنا لم يقل لي يعني يحب للمسلمين فقط، أو يحب للمؤمنين، أو يحب لأقربائه، أو يحب لعائلته، لا لا لا، لأخيه. وكلمة أخ هنا كلمة معناها واسع. هناك أخوة الإيمان، هناك أخوة الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. إذن الأخوة يعني متعددة، وهناك أخوة في الإنسانية. كلكم لآدم وآدم من تراب، فكلنا إخوة، بمعنى أن أبانا واحد وأمنا واحدة. فإذا أحب كل واحد الخير للآخر ستختفي مظاهر الظلم والغنى الفاحش، وسنجد أن الفقير أو المحتاج أو المريض بمجرد أنه احتاج لأي مساعدة سيجد آلاف الناس من حوله يساعدونه. والمسلمون أيها الأحبة لم يفتحوا الدنيا إلا بتطبيق مثل هذه الأحاديث. يعني فتحوا العالم عندما طبقوا هذا الحديث وغيره من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كان هناك بيت مال للمسلمين، يعني لم يكن هناك من يحتاج. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكفل بأن يعين المسلمين، وجعلهم إخوة متحابين في الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي في الله، أنا أعتبر أن هذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو علاج لمشاكل العصر. فإذا أردت أن تكون كامل الإيمان، وأردت أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، استجب لنداء النبي عليه الصلاة والسلام، وابدأ منذ هذه اللحظة بأن تحب الخير لمن عرفت، ومن لا تعرف فعسى أن تكون مع النبي في الجنة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.